وصلنا لأول فقراتنا لليوم، اليوم العالمي للسمع. بتهدف أهمية هذا اليوم للتدخل والفحص المبكر لفقدان السمع اللي كتير بيعانوا منه من الأشخاص، وطبعا هنون بيفقدوا أو بيكونوا غير قادرين على تمييز أصوات معينة وكلمات معينة. لهيك بيكون التدخل والفحص المبكر هو الحل الأمثل لوجود هي المشكلة أو الحل الأكيد لهي المشكلة. يا رشا، أكيد ليلى، اليوم ضمن صباحنا لليوم رح نروح مع ضيوفنا لنعرف اليوم شو هو شعار اليوم العالمي للسمع، شو دور المنظمات بشكل عام، وشو هي رسالة منظمة آمال بشكل خاص في اليوم العالمي للسمع. أسئلة كتير رح يجاوبونا عليها ضيوفنا لليوم، وهي الدكتورة وفاء حسين مديرة مركز تقويم الكلام واللغة في منظمة آمال، والآنسة فرح جبري مديرة قسم الاستقصاءات السمعية في منظمة آمال. صباح الخير دكتورة. صباح الخير أنسة فرح، كل عام وانتم بألف خير ورمضان كريم لكم. إن شاء الله كل عام وانتم بخير. يا يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير. يا أهلا. بالبداية دكتورة وفاء، خلينا نحكي عن اليوم العالمي للسمع وشو هو شعاره لهذا العام. تمام. هلا منظمة الصحة العالمية، المنظمة اللي بتعنى أكثر شيء بأمراض وقضايا صحية عالمية، أطلقت يوم 3/3 آذار بمناسبة كأنه هو يوم عالمي للاحتفال أو لرعاية الأذن والسمع. نحتفلوا فيه من كل عام، بيكون هدفه بالدرج الأساسي هي توعية المجتمعات على أهمية العناية بالسمع، العناية بالأذن وبصحة الأذن، الكشف المبكر عن موضوع نقص السمع والصمام ومحاولة البقاية منه. طيب أنسي فرح، خلينا هيك انتقل عندك شوي، نحكي اليوم عن دور المنظمات الأهلية بشكل عام ودوركم بشكل خاص. تمام. هلا نحن المنظمات الأهلية ومنظمة آمال بتعنا بشكل كتير كبير إنه نحن نوصل الوعي لأكبر فئة من المجتمع، لأنه نحن قبل إطلاق البرنامج الوطني ما كنا نشوف كل هالأعداد من الأهالي اللي هلا عم تراجع بشكل مبكر خلال عمر الشهر لحتى تعمل الفحص السمعي، سواء كانت ملاحظة وجود المشكلة ولا لا. فإطلاق البرنامج الوطني ومساعدة الجمعيات الأهلية بإنه نحن يوصل معلومات هذا البرنامج لأكبر عدد من الأهالي، خلتنا نشوف تزايد بالحالات يلي صارت تراجع وكشف مبكر عن جد لنقص السمع. يمكن لاحظنا انه بشهر واحد وقت صار اول تدخل مبكر لاطفال بعمر 3 شهور واربع شهور وتم تركيب معينات سمعيه لهم، فنحن حققنا المعايير العالميه هي انه نحن نعمل المسح خلال عمر الشهر، ونعمل التشخيص بما لا يتجاوز 3 شهور، ونعمل التدخل بما لا يتجاوز 6 شهور لحتى نضمن انه ما يصير تاخر والطفل يقدر يلحق رفقاته من ناحيه اللغه والتعليم الاكاديمي وبعدين يلاقي الوظائف يلي هو بده اياها. تماما، دائما بنقول باي حاله مرضيه يمكن دائما الكشف المبكر عنا بيدارك كثير عوامل خطوره وبيكون حل العلاج المبكر. دكتوره وفاء، من خلال خبرتك بامال لمده 20 سنه يمكن كثير بتواجهوا الاشخاص اللي عندهم او ذوي نقص السمع، شو هي المعتقدات الخاطئه اليوم والافكار الخاطئه اللي صادفتكم؟ تمام، خلينا ننطلق من شعار منظمة الصحة العالمية لهاي العام ليوم السمع العالمي. الشعار العالمي هو تصحيح المفاهيم الخاطئة. طبعا هاي المفاهيم هي إلى علاقة بالمجتمعات وإلى علاقة بالبلدان أكثر. نحن بآمال ومثل ما حضرتك حكيتي من خلال 20 سنة لاحظنا أنه في مجموعة من المعتقدات أو المفاهيم الخاطئة اللي هي شائعة بين الناس أكثر من غيرها. أكثر مفهوم شائع وهو بحاجة للتصحيح هو أنه نحن بننطر لتصير مشكلة نقص السمع بعدين بنروح نتقصى عنا ونحاول نتدخل عليها، هذا أكثر مفهوم خاطئ وهذا أكثر مفهوم شائع للأسف على الإطلاق. في بعض المفاهيم اللي ممكن متعلقة فيه اللي هي إنه أنا بموضوع السمع، أنا الطفل إذا عندي عم بيسمع أي شيء معناته هو بيسمع، ما في داعي أعمل له فحص سمع. تمام. أو إنه هو إذا سمع اسمه أو إذا سمع صوت معين فإذا هو بيسمع كل شيء، وهذا الشيء خاطئ لأنه نحن ممكن نسمع على درجات وعلى شدات، وهذا أيضا من المفاهيم الخاطئة اللي هي حاجة تصحيح. بعض المفاهيم الثانية اللي لها علاقة بالتأهيل، لاعتقادنا ما بعرف من وين اجى هذا الاعتقاد بس انه مجرد ما حطينا السماعه او مجرد ما حطينا جهاز الحلزون رح يحكي الطفل فورا، وهو ابدا هو بحاجه مشوار طويل من التاهيل السمعي والتاهيل اللغوي لاحقا. يعني هاي الاشياء اللي نحن عم نشوفها بشكل متكرر. احد المفاهيم اللي هو منتشر ومتواجد واللي هو فعلا بحاجه نحن نصححه اللي هي الحمايه المفرطه سواء للطفل اللي عنده اعاقه سمعيه او سواء للوسيله السمعيه. يعني الاهل بيحطوا الطفل بدائرة من الرعاية
الرعايه والاهتمام بخلوه يصير اتكالي، بخلوه يصير انه هذا مسموح يعمل اي شيء، او انه ممكن يشيلوا له جهاز الحلزون او جهاز السماعه ويحتفظوا فيها لانه الطفل عم بيقوم بنشاط ممكن يشكل خطر على الجهاز او على امانه او اي شيء. هي ابرز المعتقدات اللي هي قد تكون شائعه او قد تكون في غير مكانها. يضاف اليها هي النظره المجتمعيه اللي هي انه هذا الشخص اللي عنده اعاقه سمعيه هو شخص بحاجه للشفقه لانه هو مستقبله رح يكون محدود، ممكن ما يتعلم، ممكن ما يتوظف، ممكن ما يحكي، بينما الحقيقه بتقول انه هذا الطفل اذا تم ادارته بشكل صحيح، اذا تم التدخل معه بشكل صحيح، اذا تم تلبيه احتياجاته الخاصه رح يوصل لمرحله انه يكون شخص فعال بالمجتمع. أكيد اليوم ممكن ذكرتي أنه في اعتقادات أنه الطفل لازم فورا يتفاعل، فورا يسمع، فورا ينطق. اليوم خلينا نقول من عاطفة الأهل وخوفهم على هذا الطفل، وذكرتي حضرتك أنه اليوم التوعية جدا مهمة لحتى تقدروا تحققوا أهداف المنظمة آمال. اليوم أنتم شركاء أساسيين بالبرنامج الوطني للكشف المبكر عن نقص السمع عند حديثي الولاد. أدي اليوم معاصي فرح مهمة التوعية عند الأهالي لتقدروا توصلوا رسالتكم بالشكل الصحيح. التوعية هي أكيد الجزء الأهم من عملية نشر البرنامج ونشر المعلومات الخاصة فيه، لأنه نحن عم نحاول أنه نوصل هي المعلومات بشتى الوسائل، سواء عن طريق أكيد التلفزيون مثل ما حضرتكم هلأ مستضيفين. واجبنا اليوم الإضاءة، واليوم نحن شركاء أيضا. أكيد يعني الإعلام هو شكل، هو شريك كتير أساسي الإعلام هو شكل كتير شريك كتير أساسي لنشر التوعية، وأكيد نحن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق المجتمعات، عن طريق الجمعيات الأهلية، وعن طريق الصفحات عم نحاول نوصل هاي المعلومات. آمال كمان عم تقوم بتجهيز مراكز للمسح السمعي وللاستقصاءات، وعم تقوم بتدريب الكوادر يلي هي رح تعمل عمليات المسح والكشف والتدخل، طبعا بالاشتراك مع الجامعات والجمعيات، لانه نحن بدنا نوصل هي الخدمه لاكبر عدد ممكن من الاشخاص. كمان عم يصير في حاليا دورات لتدريب الجراحين على عمليات زراعه الحلزون، بالاضافه للمشاركه بكتابه البروتوكولات لحتى يصير في توحيد للمعايير بالاجراء، يعني احنا ما بدنا يكون كل شخص عم يشتغل لحاله. تمام. قديش اليوم كمان مهم التوعية وخصوصا عند الأهالي، يمكن كمان للطفل من الولادة، قديش دكتورة مهم التوعية بهذا الموضوع؟ يمكن كثير من الأهالي ما بيخطر ببالهم أنه يفحصوا، أنتم من خلال هاي الحملات وهاي البرامج اللي عم بتقوموا فيها عم بيصير في توعية للفحص من لحظة الولادة، حتى يمكن لو كان بعد عمر الشهر كمان ممكن يستفيدوا إذا كان في حالة. خلينا نحكي عن هاي النقطة. تمام. هلا السمع هو حاسة جدا مهمة، وبتجي أهميتها من ارتباطها باللغة، يعني نحن إذا سمعنا بنحكي، إذا سمعنا بدرجات أقل رح نحكي، رح تأثر بشكل أو بآخر على اللغة. الطفل اللي عنده نقص سمع عميق أو صمم حسب ما هو دارج، طفل ما رح يقدر يكون لغة، ما رح يقدر يحكي، يسمع ويحكي مثل نحن ما عم نحكي نحن. الأهمية تبع السمع بتيجي مو بس من تطوير اللغة والحكي، لأنه الحكي هي أداة رح يستخدمها للتواصل، التواصل مع الناس اللي حواليه، اللي يحقق أهدافه، اللي يحقق حاجاته الأساسية، ليتأكد أنه هو ينمى بشكل عاطفي واجتماعي مساوي له أو كما هو متوقع منه. هاي الكلام نفسه رح يسمع معظم الرسائل اللي موجودة بالمحيط، رح هذا الكلام وهي اللغة رح يستخدمها ليتعلم، سواء بالسنوات الروضة ما قبل المدرسة أو بسنوات المدرسة. أي تأثير على السمع بدرجة بسيطة رح يكون فيه تأثير ومهم وجوهري على حياة الشخص. تماما. جدا مهم أنه نحن نوعي الأهالي على أهمية فحص السمع منذ الولادة. ليش؟ لأنه الأطفال الصغار ما نطلب منهم منعكاسات أو حركات كتير عالية لحسسون أنهم عم بيسمعوا. الطفل الصغير حديث الولادة ممكن هو يرتكز للصوت العالي فقط. إذا طفل ما عنده نقص سمع بدرجة معينة، نقص سمع بسيط أو متوسط، ممكن ما يرتكز لهي الأصوات العالية، بس ما تكون عنده القدرة السمعية الكافية لتخليه يطور اللغة وبالتالي يحكي ويتعلم. تمام. ويعيش مثل غيره. بعض الأطفال اللي هن عند الولادة جدا مهم أنه نحن نفحص السمع عندهم. قد يكون السمع بأحد الاثنين مبكي لهم، يعني ممكن هذا الطفل فعلا تكون إعاقته مخفية ما تبين للأسرة، الأسرة تحس أنه هو إيه عم بيسمع، وعم بيسمع بعض الأصوات، ما عم بيسمع أصوات أخرى، لذلك بتقول إيه بنطر،
أو أنه الطفل مو مطلوب منه يعمل أشياء كثيرة، استجاباته قد تكون هي متفاوتة، لذلك الأهل بتلاقيهم بينطروا، بينما هاي المرحلة العمرية هي مرحلة جوهرية كرمال يسمع، لأنه نحن رح نسمع نخزن الأصوات وبعدين رح نحكي. أيام ممكن يكون في عندنا عوامل خطورة كثير متعلقة بالسمع، الأهلي ما عندهم وعي فيه ونحن لازم نوعي عنه. أول نفترض الوزن القليل عند الولادة هو مؤشر قوي على وجود خطر لنقص السمع، تطوير نقص السمع عند الطفل، نقص الأكسجين، بعض المتلازمات اللي ممكن تيجي أثناء الولادة مثل داون، مثل متلازمة شق شراع الحنك والشفة، نقص الأكسجين، بعض الأمراض الوراثية، مجموعة من الأمراض الشائعة جدا، بعض الظروف اللي عاشت فيها الأم أثناء الحمل فترة الحمل، دخول الطفل للحاضنة، هي كلها من عوامل الخطورة اللي بتخلي من المهم جدا 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 فحص السمع، لأنه العصب السمعي هو أكثر الأعصاب حساسية لموضوع التأثيرات الخارجية. أول عصب بتأثر السقوطات، الردات، الصدمات الخارجية اللي ممكن نحن نحس أنه هي عادية ممكن تصير أو مرت على خير، رح تكون هي خاطر التهابات السحايا، التهابات الأذن المتكررة، هي كلها من عوامل الخطورة اللي نحن ما لازم نمر عليها مرور الكرام. هي عم تأثر بشكل كبير على عم تحت احتمالية تأثير بشكل كبير على العصب السمعي، وبصير بيخلي موضوع فحص السمع هو إجراء ضروري ولازم لجميع المواليد قبل نهاية الشهر الأول من الولادة. طيب اليوم كرمال نحن نوعي أكثر الأهالي، كرمال نروح لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومثل ما ذكرتي حضرتك دكتورة اليوم مو بس مفاهيم خاطئة، في مضاعفات ممكن تكون خطرة على هيئة الطفل. اليوم نحن بحاجة لكورسات، بحاجة لندوات، أنشطة وفعاليات اليوم لنزيد هذا الوعي. اليوم شو عم تشتغلوا ضمن المنظمة؟ السؤال هيك شراكة لحضرتكم إذا بتحبوا. هلا حاليا نحن شاركنا بدورة المربيات برياض الأطفال، عملنا مثل محاضرة توعوية مشان نحن كيف نحن إذا لاحظنا أن الطفل عنده مؤشرات بمرحلة الروضة كيف ممكن نتصرف معه، كيف ممكن نوجه الأهل، عرفناهم على مراكز المسح والاستقصاء وعلى الخدمات يلي ممكن ياخذوها الأطفال. طبعا لأنه هو مو كتير من الأشخاص لسه عندهم معرفة أنه هذا الإجراء سريع وآمن ومجاني، إذا نحن سويناه ضمن المراكز المعنية بالبرنامج الوطني. عملنا مسح سمعي ضمن محافظة حلب مشان كمان نكشف عدد من الأطفال يلي هن صعب عليهم أنهم يوصلوا على مراكز المسح، فكمان كان في حملات جوالة، صار في احتفالية يوم السمع العالمي مشان نحن نقدر نضوي على أهمية هذا اليوم، ونقدر كمان ننشر عن أهمية الوعي وأهمية الكشف والتدخل المبكر عند الأطفال يلي هن عن جد عندهم نقص سمع. وكمان شاركنا نحن مع بعض الهيئات اللي عملت فعاليات كرمال دعم هاي الجهود، وكرمال نحن نوصل رسالتنا لأكبر عدد ممكن. قلنا حملتنا على وسائل التواصل الاجتماعي مع حضراتكم، على الفيسبوك كمان، كرمال نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، كرمال نوصل لهم أهمية موضوع الفحص السمعي، وانه ما ننطر مشكله لنشوف فحص السمع، سواء كنا صغار او سواء كنا شباب او سواء كنا من كبار السن، هو فحص ضروري، لذلك لازم هي الرسائل نوصلها بكل امكانياتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الاعلام مثل حضرتك. تمام آمال، خلينا نحكي شوي عن دور المنظمات الأهلية بشكل خاص وأيضا كمان بشكل عام، يعني المنظمات الأهلية يمكن لها دور كبير بهذا الشيء. المنظمات الأهلية أكيد يعني نحن عم نحاول نتعاون مع أكبر عدد ممكن كتمال، لأنه ممكن يكون في مجتمعات لسه ما عندهم وعي أنه نحن في عنا كل هاي الخدمات، فالمنظمات الأهلية إذا كان عندها المعلومة وقدرانة أنه هي توصلها لهي المناطق فحيكون شيء كتير مهم أنه نحن نقدر نوصل لعدد أكبر من الأطفال. كمان أحياناً المنظمات الأهلية عن طريق التبرعات ممكن تساعد بأجهزة تقدر تتقدم لمراكز المسح والتشخيص حتى كمان تكون الخدمة على مجال أوسع، بالإضافة أنه نحن عم نشتغل معهم مشان لبعدين مرحلة التأهيل. ذكرت الدكتورة وفاء أنه نحن تركيب السماعة أو زراعة الحلزون هي مو النهاية، هي الخطوة الأولى، بعدها عندنا برنامج تأهيل كتير طويل، وحاليا لسه ما في عدد كافي من الاختصاصيين لحتى نقدر نغطي كل المراكز الموجودة. عم يصير في تخريج
لدفعات من برامج الماجستير والإجازة، بس لسه مو كل المناطق بسوريا فيها اختصاصيين تأهيل ومتابعة. فكمان الجمعيات الأهلية لما بيكون فيها كوادر مدربة إنه هي تتدخل، حيكون جزء كتير مهم إنه ما يصير في تأخير من الطفل بعد تركيب جهاز السمع المناسب له. اليوم أكيد دكتورة التشاركية جدا مهمة، وقت ما نقول منظمة لنقص السمع عند حديثي الولادي، نحن بنتوجه اليوم أيضا للجمعيات الخيرية، لكل جهة اليوم مختصة حيكون لها دور ضمن عمل المنظمة. ولكن ذكرت الكوادر، اليوم الكوادر الموجودة بمنظمة آمال، نحكي عنها بشكل موسع أكثر، اختصاصاتهم. تمام. هلا آمال باعتبارها أول شيء شريك بالبرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر عن نقص السمع، وباعتباره احد المنظمات الرائده في مجال السمع، تشخيص السمع وتقويم الكلام واللغه. اخذت على عاتقها دور مهم جدا اللي هو دور سن السياسات والتشريعات والمحاوله على توطين التخصصات وايجاد الكوادر اللازمه. بتعنا بالدرجه الاساسيه بالسمع، الفحوصات السمعية والاستقصاءات السمعية وتقييم السمع، وفي حال حبيت تضيف أي شيء ثاني إضافي للتدخل، التدخل ما بعد الكشف عن الإعاقة السمعية، التدخل في مجال تقويم الكلام واللغة. فإذا الاختصاصين اللي هن مرتبطين ببعض هو موضوع السمع وتقويم الكلام واللغة. بتأمن آمال بأهمية تأمين التخصصات اللي هي بتلبي حاجات جميع الاحتياجات الخاصة عند الأطفال. لذلك هي عم بتحاول توطد العلاج الوظيفي والعلاج النفس حركي كمان بسوريا. لذلك هي عم تخرج كوادر وعم تعلم كوادر بالتعاون مع كلية العلوم الصحية ووزارة التعليم العالي، كرمال نحن يكون في عنا درجة إجازة جامعية ودرجة ماجستير ودكتوراه لاحقا في كل من تخصصات الاستقصاءات السمعية، تقويم الكلام واللغة، العلاج الوظيفي، العلاج النفسي حركي. تمام. ذكرت بأكثر من نقطة أنه المعين السمعي، وهي المعتقدات الخاطئة عند الأهل أنه خلص هو العلاج والحل، أنه لازم هو الطفل تعالج نهائيا. اليوم كيف طريقة التشخيص أو البداية؟ اليوم عندنا طفل اكتشفنا أنه عنده نقص سمع، يمكن هي حسب الحالة أو حسب العمر، كيف بيبدأ التشخيص وكيف بتكون مراحل العلاج؟ الأستاذي فرحي الأجدر أنه جاوب على هذا السؤال. من بعدك دكتورة أكيد يعني لو أنت تشاركية يعني بالنهاية أخذ أنا الجانب الثاني التأهيل. تفضلي. هلأ الطفل بالعادة ببلش عنا نحن، أنه الطفل بيجي خلال الشهر الأول لازم يعمل المسح، بحال اجتاز الاختبار فهو بيصير في عنده فحص دوري، لأنه هو فعلياً السمع هو ضمن الصحة العامة، فبيصير عندنا تشيكات دورية. أما إذا هو ما اجتاز اختبار المسح، أو مثل ما حكت الدكتورة وفاء أنه كان عنده عوامل خطورة عند الأم أثناء فترة الحمل أو حول الولادة، فهون بيدخل بالتشخيص يلي لازم يصير قبل عمر الثلاث شهور. تشخص الطفل عنده نقص سمع بيدخل بمرحلة التدخل، لازم يركب السماعة قبل ما يصير عمره ست شهور. هلأ نحن في عنا فترة تأهيل بعد تركيب السماعة لحتى نشوف هو استفاد عليها أو لا. أصغر عمر هلأ عالمياً مشان زراعة الحلزون هو 9 شهور، فأنا ما فيني خلي الطفل بدون معينات سمعية من 6 شهور للتسع شهور، حتى لو أنا بعرف أنه هو ممكن يحتاج. لهيك في عندي دائماً فترة تجريبية، بعدين إذا استفاد عليها بيكمل بالتأهيل، ما استفاد عليها بيروح على الدراسة. طبعاً أي طفل نحن عنا بيتشخص بعمر مبكر، نحن بنحاول نساعده أنه هذا النقص السمع ما يتحول لإعاقة سمعية. تمام. يعني نحن اذا الطفل فعليا ما اخرنا لغويا، ما اخرنا اكاديميا، بعدين حاولنا نستدرك هذا التاخير، فهو هون ما راح تتحول هذا التاخير لاعاقه، وراح يكمل حياته بشكل طبيعي وبشكل مناسب للعمر اللي هو فيه. يعني ما راح يكون مثلا عمره 8 سنين بس لغته مو مناسبه لعمره، او مستواه الاكاديمي مو مناسب لعمره. فالدكتوره وفاء بعدين بتابع بالقسم مشان هن يحطوا له خطه تاهيل على حسب احتياجاته، لانه هي اكيد خطه فرديه، وبعدين بتحدد له كم الفتره اللي حيتابع فيها. تمام. بالتدخل، التدخل ما بيكون بس بتركيب المعين السمعي، التدخل بيكون بانه تعليم الطفل انه هو هاي الاصوات اللي عم بيسمعها شو هي، يحاول يكتشف وجود قبل ما يعني يكتشف وجود الاصوات بالمحيط حوالينه، لانه قبل بجوز كان فيها الاصوات وما عم بيسمعها، او فيها الاصوات وهي ضعيفه لدرجه ما ينتبه عليها وما يحس باهميتها. نحن بدنا نخليه نعلمه يكتشف هاي الاصوات،
نعلمه انه يبحث عنها، نعلمه انه يثبتها ويعرف تماما كل صوت بشو مربوط. عم بحكي عن اصوات بيئيه، قد تكون مثل صوت العصفور، مثل صوت السياره، الجرس، او اصوات كلاميه مثل الاصوات اللي عم طالعه، اصوات الحروف ا و اي با، هيك اشياء. بقى لازم يسمع كل صوت، ولازم يقدر يميزه عن باقي الاصوات، ولازم يكون يعرف انه له دلاله معينه، ويقدر يستخدمه لاحقا بتطوير لغه. هاي اللغه حسب المعين السمعي اذا هو مناسب للطفل او غير مناسب، وحسب الطفل وقدراته وتعامل الاهل ودعمهم له، رح يمشي الطفل بسرعه الى حد ما منيحه. بتخلينا مع بعض نحن والاسره وهو انه نحاول نعوض هذا الفارق اللي هو فقده نتيجه انه ما كان عم بيسمع بشكل جيد. طبعا دائما بتكون المتابعه مع قسم الاستقصاءات السمعيه، لانه نحن ما بنحطها للسماعه وخلص، نحن لازم يكون في عندنا متابعه دوريه مع الاستقصاءات السمعيه، معايرات وتشيكات دوريه اكيد. اليوم هي يمكن الاهم المتابعه فيما بعد، اليوم بجهودكم اكيد ان شاء الله هيك نحصل على احصائيات ايجابيه لاطفال قدروا يرجعوا يسمعوا اصوات امهاتهم ويتواصلوا مع المجتمع. بنتشكر حضوركم لليوم، نرجع نعايدكم ونعايد كل الكادر بمنظمه امل. رمضان كريم عليكم، اهلا وسهلا بحضرتكم. رمضان كريم عليكم.